انا ما كنظنش انه كاين شي حزب اليوم في المغرب اللي يقدر يقول بانه قادر. السؤال هو واش الشعب المغربي اليوم باغي يتعامل مع الحزب المغربي الحر باش يساعده ينجح في الانتخابات المقبله؟ جوابي نعم، هذه لا نقاش فيها، جوابي نعم، لانه جميع استطلاعات ديال الراي اتت الحزب المغربي الحر، الشارع كينادي الحزب المغربي الحر، المثقفين كيطلبوا ان الحزب المغربي الحر تعتلو مسؤوليات. هذه كاينه، هذه الساحه السياسيه الحاليه هي هذه. كاين استعداد من طرف الشارع المغربي والشعب المغربي باش يساعد حزب المغرب الحر للولوج؟ جوابي نعم، جوابي نعم، لان ملي كتخد السياسيين ديال المغرب وكتخد مثلا المواقع الصحفيه والصحفيين وكتشوف عدد من كيلتجؤوا الاغلبيه، غادي نقول لك 50% وزياده كيلتجؤوا للحزب المغربي الحر، قليل اللي كيمشي للاحزاب الاخرى. وبالتالي كاين واحد الطلب، كاين واحد الرغبه من الشعب المغربي ان الحزب المغربي الحر يتقدم في الانتخابات المقبله ويتساعد من طرف القوى الحيه ديال البلاد باش يفرض وجوده الى اي مستوى ما نعرف. باش تقول بان واش الحزب عنده آلة انتخابية قادرة تواجه بها الآلة الانتخابية الموجودة حاليا اللي هو الحزب العدالة والتنمية أو حزب الاستقلال اللي عندهم آلة انتخابية صحيحة؟ نقول لك لا، لأن احنا ما ترشحنا، أولا ما ترشحناش الانتخابات الماضية، ثانيا ما كنأمنوش بالمنهجية السياسية الحالية، وإذا كان عاوتاني انتخابات غتكون على أساس أنه ما الأحزاب اللي جابوا أصوات هذه 5 سنين غادي نعطيهم المالية ونعطيهم الوسائل ونعطيهم التلفزيون وغادي نعطيهم الفرصة باش من جديد يرجعوا يحكموا، هذا غير خليه عندك بادي. وإذا بالعكس غادي نحطهم على قدم مساواة، ما تعطيو الفلوس حتى شي واحد او لا عطيو نفس المبلغ وحاسبوا الناس. سي زيان، واش تدخلوا نتوما الانتخابات غير من اجل المشاركه؟ لا، حنا ما كندخلوش من اجل المشاركه، حنا كن حيت شفنا مثلا الصفحات الاخرى ديال المضياق ما كانش. اسمح لي واحد الحزب اللي ما رشحش نفسه واللي ما عطى حتى فرانك واللي ما شاش الاصوات ويجي الثالث ولا الرابع، فهمتي، في المدينه ديال مرتيل وما قدروا الاخرين يحطموا غير ملي مشاو جابوا الصنادق ديال برا ديال الجبل وديال البحر وديال صحابين ما حتاش نسميوهم لان كنحترم الجميع. بق هذه كتمثل انه فعلا الحزب المغربي الحر كان هو اللي عنده الصدى وباش يهرسوا دوزوا صحابين الفلوس وجابوا الصنادق خارج مدينه مرتيل بحال اللي كيدار ديما منذ بدايه الاستقلال. كنزوروا الانتخابات، كنضغطوا على الصندوق ديال الانتخابات، كنبدلوا النتيجه بصفه تعسفيه غير حقيقيه. واخيرا شكون اللي نجح؟ شكون اللي نجح؟ ما تعرفش شكون نجح، حتى حد ما كيعرفوا. لو كان نجح اسحاق الشاريه كان كلشي يقول لك اسحاق الشاريه دار في البرلمان، ما دارش تصلاح معروف. شكون اللي نجح؟ نسولك، خرجوا دابا للشارع، مشوا لمرتيل ونسولوا شكون اللي نجح، يقول لك ما نعرف. قول لهم واش اسحاق الشاريه نجح؟ يقول لك لا ما نجحش، ولكن دار ويقول لك شحال من عدد من التجتماعات دار، شحال من اصوات جاب، وشكون اللي تعامل معاه؟ لان الراي العام كيتمشى معانا، كيشوف معانا، كيحدينا، كيتحرك معانا. واش هذا الشيء كافي ولا ماشي كافي؟ ربما ماشي كافي. لا، حنا داخلين انتخابات، هادي معروف بان حنايا داخلين انتخابات، حنا كنخلو الراي العام الوطني الشعب المغربي عندنا جوج ديال الوسائل باش نبدلو المنهج السياسي والوضع السياسي الحالي. ما نخرجوا للشارع ما نعرف واش بالحجارة ولا بيدينا ولا فمنا، غادي يوقع لينا اللي وقع في الحسيمة واللي وقع في الشرق، ما نقدروش عليها. الطريقة الأخرى اللي عندنا باش نبدلوا الوضع السياسي
هو صندوق الانتخابات غادي نشاركو وغادي نعمرو صندوق الانتخابات بتعبير صريح لكي يؤدي الى مطالبة بالتغيير الجذري ديال الوضعية اللي كاينة حالياً.